السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي معكم بروفيسيونال عمر في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس سأقدم لكم طريقة صنع لعبة ثلاثية الأبعاد ببرنامج يونيتي 3D. دعنا ندخل. انتظر قليلا حتى يتم الدخول. الآن تم الدخول إلى البرنامج. ستنبثق لك نافذة بهذا الشكل. إذا كنت تريد فيديوهات تعليمية اضغط هنا. إذا كنت تريد أشياء أساسية في برنامج يونيتي اضغط هنا. إذا كنت تريد الإجابة على سؤال أي شخص مثلا اضغط هنا. فورم يونيتي فورم، وهنا الأسيت ستور تشتري تحمل منه الأسيت لليونيتي. أولا نذهب إلى فايل منيو سين. هذا هو المساحة التي ستضع فيها أشياء ما تتعلق بالأوبجكت باللعبة جيم أوبجكت. أولا نذهب إلى جيم أوبجكت، ثم إلى 3D أوبجكت، ثم اختيار. إن شاء الله في هذه الحلقة سأقدم لكم يعني كيفية صنع الثيران. كما ترون هناك هنا بعض الاعدادات. نذهب لنصنع في بال. نذهب الى هذا الايقونة، نضغط هنا ثم نختار الحجم الذي نريده لجبل مثلا هذا هكذا. ثم نذهب إلى هذه الأيقونة تكتير فان تكتير، ثم إديت تكتير، ثم آت تكتير، ثم سيلكت، ونختار هنا هذه مثلا هذه تكتير، ثم آت. لنقوم بتغيير لون الجدار نذهب مرة أخرى إلى إديت تكتير، آت تكتير، ثم سيلكت، ثم مثلا نختار لي بروك، ثم آد، ثم نضغط هنا، ثم أبلي، ثم أقوم هكذا بتلوين الجدار. هذا الشكل. ثم كنت تريد تزيين يعني الملعب الذي ستلعب فيه، المكان الذي ستلعب فيه مثلا بالأشجار، نضغط على هذه الأيقونة، ثم إيدي 3 أب 3، ثم 3 هنا، نضغط على نضغط هنا، ثم مثلا نختار فالم عن نفسها، ثم أب. وهنا هنا المساحة تريد أي مساحة تضغط هنا. مثلا هكذا
non sapevo che le poteva fare a fermo con le mie. Ma cosa fare, vedere come sono altro pezzo. Sono mai più che il pezzo. Sono mai con le mie grosse. Il contatore è il player, ma è il counter assist, ma è character control, ma è person control. Il contatore è il predicatore, è il manual, ma è il game object, ma life, ma directional life. Come non ho più detto che ora si era alla persona di Osmin il contatore di un box skybox non è stata non è stata idea counter assist somma playbook somma edit render setting مثلا هنا نختار مثلا نهار يتم إضافة skybox إلى السماء هي. كما ترى هذه الشمس هنا الجبال اللي قمنا بتصميمها والأشجار يعني وإذا كنت تريد أن تحفظ هذا البروجكت تذهب الى فايل ثم سيف سيفون ثم على سبيل المثال نسميها تيس تيس ثم اوريجيس اتمنى ان يكون قد عجبكم الشرح الى اللقاء في الحلقة القادمة يعني الجزء الثاني من هذا مع السلامة وفي أمان الله.